لو شايف ان طلاب الجامعة صغيرين على انهم يأسسوا شركات، ايه رأيك في شركة بتعلم الاطفال تكنولوجيا وابتكار وريادة اعمال؟ ايه الحاجة الزيادة اللي عندك اللي تمكنك من النمو السريع كشركة ابتكارية عن مركز سنتر، عن مركز تدريبي؟ اللي بيميزنا باختصار شديد هم 4 حاجات: المناهج بتاعتنا، السعر بتاعنا 400 جنيه في الشهر، ثالث حاجه الانستراكتورز بتوعنا، رقم 4 ان احنا الاكاديميه الوحيده في الوطن العربي اللي عندها مهندسين ذكاء اصطناعي متخصصين. طب مش عايز تعرفنا على الشباب الصغير الجميل اللي معاك؟ انا اسمي ياسين علي وعندي 15 سنه. انا طبعا في الاول اشتركت في اكاديميه بي اس او بروجرامرز اليت سكول، عملت كاشف الدخان الذكي او السمارت سموك ديتكتور، بحيث ان هو الجهاز اللي في ايدك ده الديفايس دي. ياسين، الجهاز ده فيه زيه في السوق؟ هو فيه زيه في السوق، ولكن التكلفة بتاعته بتكون عالية، فبالتالي ده بيتواكب مع أهداف التنمية المستدامة وخطة واستراتيجية مصر 2030، وكمان بيتواكب مع الحالة الاقتصادية للشعب المصري. طيب أعتقد إن إحنا حتى لو المراكز دي كتير إحنا ما زلنا محتاجين منها أكتر، لأن إحنا ما عندناش الكثافة. والصراحة موديل ناجح وجميل والشباب زي الفل، وبالعكس أنا الناس دي حابب أديهم فرصة فهديكم فرصة. مش انا هضم صوتي لعلاء، انا هديكم فرصه عشان عايز اسمع منكم اكتر في الحلقه الجايه ان شاء الله. انا مبسوطه قوي ان شفتكم النهارده، انا بس مش حاسه ان انتوا بتعملوا حاجه جديده او حاجه انا ما شفتهاش قبل كده، فانا معلش هديكم فرصه تانية. بس من فضلك مش عايزك تتكلم عن ان انتوا الوحيد اللي عملتوا الذكاء الصناعي وانتوا المناهج الوحيده اللي موجوده. لا، في مناهج كتيره وانت مش الكليه الوحيده، فهندي فرصه بس يا ريت نشوف الفرصه دي هتوديكوا فين. فرصه. طيب انا عايز اقول لك بس حاجه، انت مركز اول حاجه على الشباب اللي جاي، ومركز فعلا على اللي هيجي المستقبل، هو فعلا في الاي اي وفي الذكاء الاصطناعي وفي البرمجيات. للاسف يعني بيتحول لمشروع استثمار، هدي له فرصه بعد كل ده. هدي له فرصه. انا شايف الانتظار على وشوشكم يعني، ومستنيين ومترقبين، والراجل ده متشائم على فكره. الراجل ده متشائم ليه؟ لا هو في الحالتين ان شاء الله خير يعني، انا ما هو بيمثل فرصه.